وصلنا من هناك سرمد الفاضل. مساء الخير سرمد، ما الجديد لديك سرمد في ساحة التحرير؟ يبلور معتصمو التحرير موقفا جديدا، يعني ربما هو مكمل للموقف الذي أعلن قبل أيام أو قبل يومين بشأن البيان. الآن يجري اجتماع من قبل كل التنسيقيات أو كل الحاضرين أو قادة التظاهرات، هنا إنجاز الوصف، في ساحة التحرير أو الخيم، هم يطلقون عليها هنا في ساحة التحرير ممثلو الخيم. يجري الآن اجتماع بينهم لتوحيد الموقف والرؤى بشأن ما إمكانية المضي قدما ما بعد الجمعة، تحدث عن العاشر من هذا الشهر، والدعوات التي أطلقت لإقامة أو لحضور تظاهرة مليونية أو عقد العزم على تظاهرة مليونية هنا في ساحة التحرير كنوع من الرسالة التي ربما هي الأخيرة بالنسبة للكتل السياسية من قبل متظاهري التحرير بشأن الانسداد السياسي الذي وصل إليه البلد الآن بعدم الاتفاق حتى هذه اللحظة على مرشح يقود التشكيلة الوزارية القادمة. فما كما قلت، يعني هذا الاجتماع ربما هو مكمل، لكن حتى هذه اللحظة لا نتائج لهذا الاجتماع. طيب، لأنه يجري الآن. أود أن أسألك سرمد، هل لديك فكرة عن الرؤى التي يخرجون بها الآن، وما هي، قلت هناك رسالة أخيرة للكتل السياسية، ما الذي تقصد؟ الرسالة الأخيرة، هم قالوا في بيانهم الأخير، أولا لم يحددوا له عدد لأنه كتب العدد الأخير، وكذلك هم لم يتطرقوا إلى ما بعد يوم الجمعة، لكن من المتوقع بالنظر على تعويل المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما هناك دعوات أكثر تتخذ نمطية هذه الدعوات شكلا آخر بالنسبة للدعوة للكتل السياسية لرئيس الجمهورية، كذلك للشعب فيما يخص الدعوات للحضور إلى ساحة التحرير بشكل مكثف على غرار الأيام التي شاهدناها من قبل. يعني كنا نشاهد أو كانت تشهد ساحة التحرير حضورا مكثفا بالنسبة للطبقة الشعبية، إنجاز الوصف، في ساحة التحرير. الآن بدأ الحديث هنا أنه الأعداد تقل، يتوقع أن تحضر أعداد مكثفة يوم الجمعة بالنظر لوجود دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا أولا. ثانيا، حجم التحديات التي تمر بها ساحة التحرير والوضع العام في البلاد ربما يجعل من المتظاهرين يصعدون من لهجة الخطاب مع الكتل السياسية بشأن ما موعد حسم الموقع الحكومي الأهم بالنسبة لرئاسة الحكومة، وكذلك ما طبيعة الدعوات أو الضغوطات التي تمارس على رئيس الجمهورية من أجل اختيار مرشح بعينه من قائمة تدعي أو تقول بأنها هي الكتلة الأكبر، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الذي قفز على سطح الأولويات هو الوضع الأمني الذي تمر به البلاد حاليا. كل هذه ربما يأخذها المتظاهرون بنظر اعتبارهم في هذا الاجتماع في يوم الجمعة أيضا، لكن ماذا عن السيناريوهات المقبلة؟ يتوقع أن تكون هناك تصعيد بشأن الاحتجاج أكثر، نتحدث كما قلت نمطية، ربما هناك ترويح بدخول المنطقة الخضراء، لكن هذا الموضوع لم يتم اتفاق عليه بين المتظاهرين نظرا لفداحة وحجم الدخول إلى المنطقة الخضراء. الأمر مكلف بالنسبة للأعداد وكذلك بالنسبة للدماء، وكذلك أيضا تنحرف بهذا الشكل التظاهرات عن سلميتها، وهم يدعون الآن إلى، وكما دعوا في سابق أيام، إلى الالتزام بالسلمية تجنبا لأي مظاهر مسلحة أو عنف ربما تضفى على التظاهرة من الطرفين، نتحدث عن من يدعي أنه يشارك في التظاهرات، وكذلك أيضا بالنسبة لقوات الأمن الصدام بينهم، يعني أن التظاهرات تنحرف عن سلميتها بشكل أو بآخر، كذلك تتعرض التظاهرات لهجمة منظمة من قبل سياسيين، من قبل الأحزاب. نعم. هو في ظل هذه النقطة سرمد، يعني أود أن أسألك، أن هم دعوا إلى تظاهرة مليونية يوم الجمعة، ألا يتخوفون أن يعود سيناريو السنك أو سيناريو الجماعات المنفلتة أو موضوع القناص وغيره؟ يعني تحدث لي أمنيا، كيف سيتم تأمين المناطق، مناطق الاحتجاجات يوم الجمعة، بما أنه هم يدعون إلى تظاهرات مليونية؟
فيما يخص التظاهرات داخليا تنظم عن طريق يعني لجان تتولى موضوع التفتيش والتدقيق بالنسبة للداخلين، بالنسبة للعجلات، حتى هناك نوع من التنظيم الأمني بدأ واضحا على ساحة التحرير بخلاف الأيام الأول للتظاهرات. نتحدث عن لجان ثابتة جوالة متحركة يعني باستمرار تواصل عملها ليلا نهارا في ساحة التحرير، مقتربات هذه المنطقة، ساحة الخلاني، جسر السنك، أيضا جسر الجمهورية، ساحة التحرير، الطيران، النصر، الخلاني، كل هذه المناطق، أبي نواس، كل هذه المناطق شملت بهذه بعمل هذه اللجان. فيما يخص الجانب الأمني الداخلي لساحة التحرير، خارجيا نتحدث عن أطواق فرضتها الشرطة الاتحادية على الشوارع المتصلة بساحة التحرير، كذلك قوة من حماية المنشآت حتى هذه اللحظة منذ ما جرى بعد أحداث السنك تواصل عملها، يعني ترابط حتى هذه اللحظة بمقتربات ساحة التحرير. نتحدث عن طوق أمني تحده بداية قوات الشرطة الاتحادية، ثم بعد ذلك حماية المنشآت، ثم بعد ذلك المتظاهرين. نتحدث عن ثلاث أطواق يعني بقطر 180 درجة، يعني بشكل دائري تفرض على ساحة التحرير والمنطقة التي يتجمع فيها المتظاهرين. لا تحدث عن ساحة التحرير فقط، كل المنطقة التي ينتشر فيها المتظاهرين بخيامهم، بأماكن وجودهم، بما يحتاجون من إدامة لزخم التظاهرات، تنتشر هذه القوات التي ذكرت، سواء من المتظاهرين أو من الشرطة الاتحادية أو من الجهات الأمنية بشكل عام. فيما يخص التأمين لتظاهرات يوم الجمعة، كما قلت هناك إجراءات احترازية تأخذها المتظاهرون، لكن بالنهاية هي لا تتعدى الجهد الذاتي الذي يقومون به، ولا تتعدى مجرد أفكار لإدامة الأمن هنا في ساحة التحرير، عطفا على وجود ثغرات أغلقتها القوات الأمنية بعدما حصل في السنك قبل أيام. مراسلنا من ساحة التحرير سرمد الفاضل، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.